في جنوب غرب اليمن تقع قرية صغيرة تدعى السمسرة، وتبعد عن مدينة تعز قرابة 50 كيلومتراً. يتداول الناس فيها حكايات وأساطير عن شجرة تشكل آية في الجمال والإبداع، وهي مصدر إعجاب السواح والزوار الذين كانوا يتوافدون من جميع أنحاء العالم لمشاهدتها. شجرة سامقة منذ ما يربو عن 2000 عام، ولا تزال الأساطير المتداولة عن هذه الشجرة باقية على ألسنة الناس إلى هذا اليوم. يبلغ محيط جذعها حوالي 35 متراً، ويزيد ارتفاعها عن 14 متراً. تغطي فروعها مساحة 10 أمتار تقريباً من كل اتجاه. أغصانها العملاقة تبدو كأنها جسور معلقة في الفضاء، يشبه لونها لون جسم الفيل. إنها شجرة الغريب، غريبة بالفعل، ضخمة وطاعنة في السن، وتسمى كذلك بشجرة الكلهمة، لوحة طبيعية نادرة لا يوجد لها نظير في اليمن، فهي أكبر الأشجار في الجزيرة العربية وأقدمها، وواحدة من أندر الأشجار في العالم. نظم فيها الشعراء قصائدهم، وتغنوا بها وتغزلوا تحت أسوار شجرة الغريب. إنها سر من الماضي يطوف على شط الزمان. مشاهدي الكرام، تابعنا التقرير، بس نشي نعرف إيش الاسم الآخر لشجرة الغريب. فعلاً أعزائي المشاهدين، هذا هو السؤال لفقرتنا، هذا ما الاسم الآخر لشجرة الغريب؟ نستقبل إجابتكم على العناوين الظاهرة أسفل الشاشة من الآن وحتى غداً الساعة 3 عصراً. الساعة نتمنى كم؟ لكم الساعة كم؟ 3 العصر. نتمنى لكم ما نتمنى؟ إن شاء الله التوفيق للجميع يا رب. أوكي.